disorders of skeletal muscle. بعدين حناخد شوي عن ال non-neoplastic bone disorders. هلا بدي اختبر معلوماتكم بالهيستولوجي. اوكي هلا عندنا هون اول سلايد بتبين الهيستولوجي او النورمال هيستولوجي اوف سكيليتال مسل. هلا انا دائما بحب يعني شوي اشرح عن النورمال عشان لما نشرح عن الباثولوجي او الابنورماليتيز في التيشو تكونوا عارفين. فالنورمال سكيليتال مسل كيف بيكون شكلها مايكروسكوبيكلي؟ اوكي حدا بيعرف؟ ايش اسمك؟ عبد الله. يلا ممتاز. بتكون نيوكلياس at the periphery. ايش كمان؟ اوكي في استرياشن. اوكي هلا السكيليتال مسل ال ال يعني السل الوحده احنا شو بنسميها؟ نسميها مايوفايبر. نسميها مايوفايبر يعني هاي the single one of skeletal muscle. يعني هذا هيك المربع او المضلع الشكل ما بعرف شو بسموه بالعربي. هذا الشكل بيكون نسميه مايوفايبر. هلا المايوفايبر تتميز انه كيف بيكون شكلها؟ بيكون شكلها بوليجونال. بوليجونال يعني ايش اسم ايش معناها في العربي بوليجونال؟ متعدد الاضلاع. ايوه فهاي الشكل الطبيعي للسكيليتال مسل. هلا السكيليتال مسل فايبرز بيكونوا متجمعين مع بعض على شكل بندلز. اوكي يعني بيكون في عندنا مالتيبل مايوفايبرز متجمعين مع بعض على شكل بندل وحواليها بيكون في عندنا كونكتيف تيشو. اوكي هلا هدول المايوفايبرز في الوضع الطبيعي بيكونوا ايش؟ يونيفورم ان شيب. يعني كلهم تقريبا بيكونوا نفس الشكل ونفس السايز. هذا الاشي الطبيعي. والنيوكليوس مهمة زي ما حكى عبدالله بتكون على الأطراف. أوكي؟ هلا إذا شفنا اشي مختلف يعني صار في variation بالسايز أو صارت النيوكليوس غيرت موقعها معناها في عنا اشي باثولوجي. يعني في عنا باثولوجيك تشينج في السكيليتال مسل. واضحة هاي؟ طب حدا بيعرف ايش هذا في الصورة؟ ممتاز. هدول هم البلد فيسلز اللي هم الكابيلاريز اللي بيعملوا ايش سبلاي للمسل. تمام. هلا في اشي كتير مهم في السكيليتال مسل اشي اسمه موتور يونت. موتور يونت حدا بيعرف ايش يعني الموتور يونت؟ هلا الموتور يونت فيه السنجل موتور يونت فيه 4 كومبوننتس. فيه 4 كومبوننتس. طيب طلعوا على الصورة هون. هلا ايش هذا اللي هون هاي بالصورة اللي هي اللور موتور نيورون اللي هو هذا السيلبادي اللي هي هاي النيوكلياس. سوري هي هاي النيورون اللي هو النيوكلياس. هاي بنسميها لور موتور نيورون. طب في اشي طالع من النيورون هذا الاشي ايش هذا الاشي اللي هو الاكزون. هلا الاكزون لما يروح هون قبل ما يوصل على المسل بيكون في اشي بالنص بينه وبين المسل ايش اسمه اللي هي نيوروماسكولار جنكشنز. اوكي او اللي هي سينابسز. بعدين بتيجي عندنا المسل. هلا هدول الفور كومبوننت من النيورون لحديت المسل بنسميها موتور نيورون. اوكي هدول كلهم احنا بنحتاجهم للنورمال فانكشن اوف سكيليتال مسل. فاذا صار في عندي اي مشكله سواء في النيورون في الاكزنز في النيوروماسكولار جنكشن او في المسل كلهم حيعطوني اللي هي سكيليتال مسل باثولوجي اور ديزيز اور ديسوردر. تمام فاي مشكله فيهم حتعطينا باثولوجيك تشينج. طيب هلا في الوضع الطبيعي ان في هذول الموتور يونت هلا طبيعه النيورون بيحدد عندي اللي هو نوع المسل فايبر. نوع المسل فايبر ففي عندنا بال يعني وجدوا انه في عندنا تو تايبس اوف سكيليتال مسل. في عندنا تو تايبس اوف سكيليتال مسل اخذتوهم في الفيسيولوجي او في الهيستولوجي. اوكي هذول انا حطيت لكم اياهم هون. في عندنا تايب 1 وتايب 2. في عندنا المسل السكيليتال مسل في عندنا تو تايبس اللي هم تايب 1 اند تايب 2.
هلا تايب 1 الاسم الثاني إلها اللي انا حاطته في نهاية الجدول اللي هو بنسميها ريد، ايش اللي هي ريد او اللي هي يعني بين قوسين ريد. ريد ليش لونها بيكون ريد؟ لانه بيكون فيها مايوغلوبين، اوكي، بيكون فيها هاي ليفلز اوف مايوغلوبين، تمام. هلا التايب 2 اللي بنسميها بتكون بين ريد بين قوسين، هاي كمية المايوغلوبين فيها ايش؟ اقل، فهي بتكون تايب 2. هلا تايب 1 وتايب 2 بيختلفوا من حيث الفانكشن وبيختلفوا من حيث اللي هي السستيند فورس وهي الاشياء. هلا اهم شغله فيهم انه تايب 1 اللي هي الاكشن تبعها بيكون سستيند فورس وبتعتمد على الاوكسيداتيف كاباسيتي في انتاج الطاقه لانه بيكون عندها مستوى الجلايكوجين قليل. لكن تايب 2 بتكون عندنا مسؤوله عن الفاست موفمنت وبتكون معظم الطاقه فيها تيجي عن طريق الانيروبيك اكسرسايز، عشان هيك هي بيكون فيها الجلايكوجين ليفل عالي وما بتعتمد على الاوكسيداتيف ستريس او سوري الاوكسيداتيف واي اوف اللي هي اي تي بي برودكشن. هاي اهم الفروقات بين تايب 1 وتايب 2. هلا هيستولوجيكلي احنا شو بنعمل عشان نعرف تايب 1 وتايب 2 مسل تايبس؟ نعمل اللي هي بري انكوبيشن للتيشو في بي اتش اللي هو بيكون بالعاده 9.4. ممكن نستخدم انواع اخرى من اللي هي درجات البي اتش، لكن اللي رح احكي لكم عنه اليوم اللي هو البي اتش 9.4. هلا في هذا البري انكيوبيشن بنحطها في هذا اللي هي الميديا اللي هي بتكون فيها البي اتش 9.4، بعدين بنعرضها لانزيم اسمه اي تي بيز. اي تي بيز، اوكي. هلا هذا الاي تي بيز بيحدد لي نوع المسل تايب 1 ولا تايب 2. فعندنا تايب 1 تظهر على اللي هي احنا هون بنحكي هيستولوجيكلي، احنا هون بنحكي هيستولوجيكلي، فتايب 1 على هذا الرياكشن بيكون لونها بيل او بتعطيني اللون الوايت، وتايب 2 بتعطينا الدارك كلر، اوكي. وبيكونوا طبعا الترنيتنج، بيكون في عندنا تايب 1 تايب 2 تايب 1 تايب 2 على شكل تشكر بورد ديستريبيوشن. ايش يعني تشكر بورد ديستريبيوشن؟ تعرف الشطرنج كيف بكون لوحه الشطرنج؟ بيكون عندنا الترنيتنج اللي هو اللون الابيض مع اللون البني، صح؟ هلا هذا هو الطبيعي انه يكون في عندي تايب 1 الترنيتنج وذ تايب 2. وحكينا اللي بيحدد نوع المسل اللي هو مين؟ الاب الرئيسي. مين هو؟ اللي هو اللور موتور نيورون. فمجموعه المسل فايبر اللي بتغذوا بنفس الموتور نيورون، اوكي، بيكونوا نفس النوع، اوكي، تمام، واضحه هاي. فعندنا هون في الصوره في عندي 4 موتور نيورونز، في عندنا تايب 1 تايب 2 تايب 1 تايب 2 وهكذا، تمام. هذا الوضع الطبيعي. هلا في الاب نورمال اللي هي لما يصير في عندنا ديس اوردر، يعني رح نحكي لكم عنهم، حيصير هذا الديستريبيوشن حيخرب، اوكي. الديستريبيوشن تبع التشكر بورد اللي هي تايب 1 تايب 2 الترنيتنج حيتغير، تمام. طبعا هذا الاشي اللي هو الاي تي بيز رياكشن اللي هم الباثولوجيست اللي بيستخدموه، يعني بياخذوا مسل بايوبسي بنبعته لما يصير في عندنا، لما المريض يكون شاكين انه في عنده سكيليتال مسل ديس اوردر، بنستخدم هذا الرياكشن عشان نشوف الديستريبيوشن للمسل هل عن جد فيهم ابنورماليتي ولا لا، لانه هذا الاشي ما بيكون واضح على اللي هي الكونفنشنال اتش اند اي ستاند سلايدز. لا كيف يعني؟ يعني لما يكون الانزيم يكون اشتغل اكثر لما يكون الناتج بيل ولا دار؟ سؤال هذا انتوا رح تدوروا لي عليه. لا لا دكتور منطق، اوكي، عشان انا عندي تايب 2 بيعمل سبيك لايك، اوكي، يعني يكون الانزيم بيل، اوكي، اشتغل على تايب 2 رح تطلع معي الناتج اللي هو الدارك كلر اللي هو البراون كلر هو التايب 2. انت قصدك الدارك كلر؟ اوكي، اسمهم البيل. اما عشان تايب 1 ما كان نسبه الجلايكوجين عاليه فما كان نسبه الاي تي بي عاليه، اوكي، حيطلع عندي الكلر بيل بالاي تي بي كمان تايب 1 في. يعني هلا عشان اكون صريح معكم انا يعني نتاكد من هاي المعلومه، في حدا انه يطلع لنا ليش بيطلع اللون وايت لتايب 1 وليش بيطلع دارك لتايب 2؟ هو اكيد لانه يعني ممكن يعتمد على نسبه الجلايكوجين والمايوغلوبين والفات. بصراحه ما بعرف كيف بالضبط الرياكشن بصير، يعني بالتيشو ليش بصير زي هيك، بس انت قارئ المعلومه هاي. ما دكتور هو اي تي بي اس يعني بيكسر عندي الاي تي بي،
اوكي 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 طيب هلا هاي يا جماعه تعطيها واجب واجب ايش اسمك عشان مين سال هذا السؤال ايش اسمك عمر هلا على المحاضره اللي بعديها هتجاوبني هذا السؤال اوكي بس ما نتاكد من هاي المعلومه هي اكيد لها دخل بالحسب الكومبوننت يعني بس انا بصراحه مش عارفه كيف الرياكشن بالضبط ليش بصير هذا لون ابيض هذا بصير لون بني اوكي مزبوط اوكي طب ليش ما بكسر الاي تي بي انا بعطيني لون فاتح اوكي خلص اوكي خلينا نتاكد بس من هاي المعلومه نتاكد منها بس يعني انا بصراحه مش متاكده من هاي المعلومه اوكي اوكي طيب خلينا نتاكد من هاي المعلومه لاني انا مش متاكده منها صراحه في حدا عنده اي اقتراح هلا اوكي 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 يس بس انا بحكي بالنورمال بيبل يعني في النورمال في الوضع الطبيعي هلا احنا على فكره في الباثولوجي في اشياء كمان يعني اشياء بتتغير في الاثليت بيكون في عندنا زي ما حكى زميلكم في فاريشن احنا بنحكي عن الستاندرد النورمال الستاندرد اذا كان طبعا المريض عنده مثلا اذا كان رياضي او كذا بيكون حاطينها في عين الاعتبار هاي التغيير الفاريشنز لكن احنا بنحكي بالستاندرد الشيء الستاندرد الموجود عند معظم الناس تمام هاي هون يعني انواع المسل تايب حكينا عنهم بريفلي اوكي هلا في عنا اللي هي المسل ديس اوردرز حنقسمها لنوعين اساسيين اللي هم البرايمري مسل ديس اوردرز المقصود فيها عنا مشكله في المسل اتسلف اوكي النيورون والاكسونز بيكونوا نورمال النوع الثاني عنا اللي هي سكندري النيوروباثيك مسل ديس اوردر اللي بتكون عندنا المشكله الرئيسيه في النيورون وبالتالي سكندرلي المسل بتتاثر اوكي هلا بشكل عام احنا بدي اعطيكم هيك يعني نبذه كيف بيكون اشكال او اللي هي التغييرات الهيستولوجيه في المسل لما يكون في عندنا مايوباثي برايمري سكيليتال مسل ديس اوردر ولما يكون في عندي اللي هي نيوروباثيك ديس اوردر هلا بالنسبه للمايوباثيك كونديشنز زي ما احنا شايفين بالصوره هلا في عندنا هدول الخلايا شايفينهم ليش هدول مختلفين عن باقي الخلايا حدا بيعرف ليه اوكي في عندنا نيكروسز في الخلايا طب هذا النيكروسز لما يكون في سنجل مايو فايبر ايش بنسميه سيجمنتال نيكروسز اور ديفيوز نيكروسز سيجمنتال نيكروسز ففي عندنا هنا سيجمنتال نيكروسز وفي اشي كمان كتير مهم اللي هي في عندنا زي ما حكى زميلكم في انفلاماتوري سيلز برضه وفي عندنا اذا ملاحظين في بعض هدول الخلايا هم نيوكلاي اللي هي المايو فايبر نيوكلاي صار في عندنا انترنالايزيشن اوف ذا سكيليتال مسل النيوكلاي او المايو فايبر نيوكلاي انتو تو ذا سايتوبلازم هاي دلاله على انه في عندنا انجري اند ريجينريشن اوف ذا مايو فايبر هاي ولا وحده فيهم نورمال هون هاي هلا هاي السل طلع اصلا السل كلها راحت ايوه صار في عندي انفلتريشن باي انفلاماتوري سيلز وصار في عندنا ديسابيرنس يعني خلص راحت السل اوكي هلا هون بالصوره الاخيره شوي السل صارت بازوفيليك اوكي وصار في عندنا برضه انترنالايزيشن اوف ذا نيوكلاي دلاله على وجود الريجينريشن تمام
هلا لما نشوف التغييرات في البندل اللي هي في السكريتال مسل بندل سيجمنتال which means اللي هي single myofibers، يعني مش كلهم، يعني المي مش البندل بتتكون من myofibers. لما يكون عندي اللي هي scattered segmental necrosis or regeneration of the muscle fiber، هاي دلالة على وجود اللي هي primary muscle disorder، اللي هي بنسميها primary أو اللي هي myopathy، بنسميها myopathy. معناتها إنه اللي هو النيورون بيكون شماله بيكون نورمال، ما عندنا مشكله في الانرفيشن. هلا لما يكون في عندي نيوروباثيك تشينج حيصير الوضع مختلف. في النيوروباثيك تشينج لانه عندنا اللي هو النيورون او الاكسون صار فيهم ديجنريشن، فكل المسل بندل في الوحده الواحده بتصير ايش فيها، بصير في عندي ديجنريشن او نيكروسيس، وبصير فيهم برضو ريجنريشن. فبتلاقي انه التشينج بتكون ديفيوز في كل البندل. فلما يكون هذا التشينج ديفيوز، هاي من دلالة على وجود اللي هي مشكلة في الانيرفيشن، اللي هي سيكندري مسل ديس اوردر ديو تو اللي هي لوس اوف انيرفيشن. تمام. هلا في اشي حلو كتير هون في هاي المشكلة اللي هي في النيوروباثيك مسل ديس اوردر، انه لما يكونوا هدول الميوفايبرز في نفس الوحده صار فيهم ديجنريشن، هذا بنسميه جروب اتروفي، بنسميه جروب اتروفي. اوكي. هلا الشيء الحلو في الموضوع هنا انه لما يصير في عندنا ديجنريشن او اللي هي لوس اوف انيرفيشن، ببلشوا النيورونز اللي موجودين اللي هي ايدجسنت تو ذا انجرد نيورونز، ببلشوا ايش يساعدوا يعطوا انيرفيشن للمنطقه اللي صار فيها loss of innervation. هلا هذا الاشي شو بيعمل؟ بيغير اللي هي المسل تايب according to the اللي هي original او اللي هو الفيابل نيورونز. فممكن تايب 1 اذا صار فيهم degeneration واخذوا الانيرفيشن من الادجسنت نيورون اللي كان بيعطي تايب 2 muscle fiber، حتتغير تايب 1 حتصير تايب 2. فشو راح يصير عندنا في الموتور اللي هي في المسل اللي related للموتور يونت؟ حيصير فيها enlargement، حيصير فيها enlargement، يعني بدل ما يكون فيها مثلا اللي هي 10 myofibers حيصيروا 20 myofibers innervated by one اللي هي neuron. اوكي. هذا الاشي بنسميه fiber type grouping، fiber type grouping. يعني في هاي الحالة مثلا كان في عندي 4 motor neurons، صار في عندنا degeneration of 2، حيصير في عندنا 2 motor، سوري كان في عندنا 4 motor units، صار في عنا degeneration of 2 motor neurons. okay. with اللي هي degeneration of the related muscle fibers. هلا حيصير في عندي اللي هي only 2 viable neurons، وبالتالي حيغذوا بقية المسل، حيصير عنا مجموع الموتور units عنا 2 motor units. okay. 2 motor units لكنهم يعني بصير في عندي، وبالتالي حيصير في عنا loss of the checkerboard appearance اللي شفناه. يعني المفروض هون يكون في عندي على الـ ATPase reaction المفروض يكون في عندي 4 muscle type اللي هي type 1, type 2, type 1, type 2. هون صار في عندنا اللي هي 2 types اللي هي type 2, type 1, type 2, type 1. فهي صارت انه فقدت هذا الشكل اللي كان موجود، وصار في عندنا increase in the size of a single group. اوكي. هاي بنسميها fiber type grouping. اوكي. واضحة هاي؟ لما نشوف هذا التشينج دلاله على وجود اللي هي النيوروباثيك انجري rather than اللي هي برايمري مسل ديس اوردر. مو شرط في الترتيب، حسب من وين اجاها انيرفيشن. يس يس، حيصير في اول شيء جروب اتروفي، بعدين حيصير في عندنا الفايبر تايب جروبينج. يعني اذا اتاخذت البيوبسي من المرحله الاولى حنشوف جروب اتروفي اللي هي زي ما انتم شايفين هون في الصوره، في عندنا مجموعه كامله من المسل فايبر صار فيها ديجنريشن وذ اللي هي انجوليتد ابييرنس. لو اجينا اخذنا هيستولوجي من هاي المرحله الثانيه اللي هي الفايبر تايب جروبينج، حنلاقي الموتور نيورون سوري الفايبرز الموجودين في المجموعه بيكون عددهم كبير، زائد حجم الفايبرز بتكون كبيره لانه بصير فيها هايبرتروفي از ا كومبنسيشن للاتروفي اللي صار فيها. تمام.
يس بيكون في تو تايب، لكن المجموعه بتكون نفسها كبيره. يعني انا المفروض انه المجموعه الكبيره هاي تكون تايب 1 تايب 2، بس انا في عندي مجموعه كبيره اوف تايب 1 اور تايب 2. يس تمام، واضحه هاي؟ اوكي نعمل سمري. شو الفرق بين البرايمري مسل ديس اوردر والنيوروباثيك ديس اوردر ذات افكت ذات سيكندرلي افكت مسل فايبرز؟ اوكي ممتاز. ايش الفروقات بيناتهم؟ ممتاز، كون سيجمنتال في الميوباثي وديفيوز في النيوروباثيك. في حدا بده يحكي شيء كمان؟ هلا ممكن يصير في عنا انفلاماتوري سيل انفلترت، ممكن يصير في عنا فايبروسيس اللي هي السكار زي ما حكيت. اوكي ممكن يصير في ريجينريشن اذا كان ال يعني ما وصل لمرحله النكروسيس. وانس انه الخليه وصلت نكروسيس يعني صار في عنا ممكن يصير في اتروفي لكن مش واصل لمرحله النكروسيس. اوكي اذا صار في اتروفي بدون نكروسيس ممكن يصير في عنا ريجينريشن، لكن اذا كانت خلص نكروسيس ما في ريجينريشن من البروجينيتور سيلز. يس ممكن. وهلا في عنا اذا كان في بروجينيتور سيلز يس ممكن من البروجينيتور سيلز. ايش هي ساتلايت سيلز؟ هم بروجينيتور سيلز يعتبروا. لا ممكن ممكن اذا كان فيهم يعني بيقدروا يعملوا ريجن، يعني كان فيهم بروجينيتور سيل او بريكيرسر سيل روبرتيز ممكن يعملوا ريجينريشن. يس اوكي هلا بالنسبه للميوباثي بنقسمها ل تو مين تايب اللي هي انهيريتد ديس اوردر اند اكواير ديس اوردر. واضح ايش يعني كلمه انهيريتد وايش يعني اكواير؟ ممتاز. يعني انهيريتد بيكون في عندنا مشكله في الجينيتكس، يعني جينيتكس مينلي. طب الأكوايرد ممكن تكون جينيتكس؟ إيش هي؟ أوكي. Yes. مزبوط. يعني الأكوايرد ممكن كمان تكون جينيتكس. أوكي. ممكن تكون جينيتك وبتكون طبعاً mainly اللي هي الانفايرمنتال فاكتور وإشي مش موجود كان من الولادة أو مش موجود لما ال يعني at birth يعني. أها ممتاز. أيوة ممتاز. هاي بنسميها acquired genetic. yes. وزي ما حكى زميلكم إذا كان اللي هي recessive، إذا كان الأوتوسوم recessive نحتاج ل other hits خلال الحياة عشان يصير في عنا inactivation لل other allele. ممتاز. لا في أكلات نيكروسيس وين بصير؟ هو أصلا كل الخلايا بالوضع الطبيعي بصير فيها اللي هي الكوأكلات نيكروسيس ما عاد في مكان واحد. البرين بصير إيش نوع النيكروسيس في البرين؟ ليكوفاكتيف نيكروسيس. طيب التيشو العادي بصير فيها ليكوفاكتيف نيكروسيس؟ مين بحكي يس مين بحكي لا؟ مين؟ هلا حكينا بالوضع الطبيعي بالخلايا المين تايب اوف نيكروسيس هو كواجلاتيف نيكروسيس ما عدا في البرين بصير في عندنا ليكويفاكتيف نيكروسيس. طيب هل في الخلايا اللي برا البرين ممكن يصير فيها ليكويفاكتيف نيكروسيس؟ ممتاز. اصلا شو الفرق بين الكواجلاتيف نيكروسيس والليكويفاكتيف نيكروسيس؟ اصلا ليش احنا سميناهم زي هيك؟ هو له دخل صح، هو دخل من اسمه ليكويفاكتيف انه التيشو بتتحول اللي هي ليكويد. هلا اللي بيصير بالليكويفاكتيف لما يكون فيه اسوشيتد وذ انفلاماتوري سيلز بصير في عندنا ليكويفيكيشن اوف تيشو. اوكي
هلا هاي بتصير مانلي اللي هي البرايمر اللي في البرين. هلا في الوضع الطبيعي في التشو بصير في عنا كوأجلاتيف نيكروسز، انه بصير في عنا نيكروسز لكن ما بصير في عنا الكوفيكيشن. وانس انه النيكروسز ضلوا مستمر وما يعني وصل لمرحله انه صار في عنا انفلاماتوري سيل انفلتريت وصار في الكوفيكيشن، فممكن يصير في عنا في الليتر ستيج اوف كوأجلاتيف نيكروسز يصير في عنا ليكوفاكتيف نيكروسز، وهاي اكثر شيء بنشوفها في البايوجينيك انفكشنز اللي هي البكتيريال انفكشنز. تمام. هلا رح نحكي عن الانهيرتد ديس اوردر اوف سكيليتال مسل. هلا بشكل عام في عندنا بعض المصطلحات رح احكي عنها اللي هي ماسكولار ديستروفي، في عندنا كونجينيتال ماسكولار ديستروفي اند كونجينيتال مايوباثي. ايش الفرق بيناتهم؟ لما نحكي مسل ديستروفي في شيء كثير مهم لما نحكي مسل ديستروفي. ليش انا في الانهيرتد مسل ديس اوردر بس بحكي شيء ديستروفي وليش بحكي شيء مايوباثي؟ التنتين برايمري مسل ديس اوردر. ليش شيء بحكي ديستروفي ومره بحكي مايوباثي؟ لا يعني صح مظبوط. ايش كمان؟ استنى شوي ايش هو؟ اوكي المايوباثي يس يعني يس يعني ممكن يس. هلا الديستروفي زي ما حكيت زميلتكم الديستروفي اهم شيء فيه انه بيكون عندنا بروجريسيف مسل ويكنس، يعني المسل ويكنس بتزيد 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 بتزيد. اوكي على عكس ذلك تماما المايوباثي انه بتكون ستاتيك او ممكن امبروفد وذ تايم. اوكي عشان هيك احنا بنستخدم بالكلينيكال المصطلح ديستروفي اند مايوباثي. وزي ما حكى زميلكم ان الديستروفي له علاقه بشيء كثير مهم اسمه ديستروفين. حدا بعرف شو هو الديستروفين؟ اوكي ستراكشر البروتين. ايش بيعمل الديستروفين؟ الديستروفين بيكون موجود شايفين المسل، هي عندنا المسل فايبر، هي عندنا السيل ممبرين. الديستروفين عامل زي ستراكشر البروتين، يعني هو بربط البروتينات الموجوده في المسل مع بعضها. اوكي بربط البروتينات الموجوده مع بالمسل مع بعضها بنسميها ديستروفين جلايكوبروتين جلايكوبروتين كومبلكس. اوكي ديستروفين جلايكوبروتين كومبلكس يعني اللي هي البروتينز والجلايكوبروتينز الموجودين في السيلولر ماتريكس والموجودين في الخليه نفسها اللي هي في السيتوبلازم وبالسيل ممبرين كلهم مربوطين مع بعض، واللي الوحده الاساسيه اللي بتعملهم كونكشن مع بعض هو الديستروفين. فاذا صار في عندنا مشكله في الديستروفين اتسلف او باي واحد من الريليتد جلايكوبروتين الموجودين هون هاي بنسميها ديستروفينوباثيز. فهي مش بس انه مشكله في الديستروفين نفسه، ممكن في اي واحد من الجلايكوبروتينز اللي موجودين اللي بيرتبطوا معه. اوكي وكل وحده طبعا بتعطينا ديس اوردر مختلف. تمام. فالمسكولر ديستروفي it is a progressive muscle injury in patients who have normal muscle function at birth. once إن المريض كان عنده المسل weakness at birth وكانت ديستروفي بنسميها congenital. congenital means born with. okay والcongenital myopathy بتكون عندنا برضه early in life أو اللي هي at birth وبصير فيها اللي هي يا ما بضلها static يعني not progressive أو بصير ممكن يصير فيها improvement with time. تمام. طيب في حدا بيعرف الديستروفين وين بيكون موجود؟ ديستروفين بروتين. لا ايش هي التشو اللي بيكون فيها ديستروفين؟ سكيلت المسل. وين كمان بيكون موجود؟ ممتاز بالكارديك مسل. وين كمان موجود اشي كثير مهم؟ كدني. اوكي ايش اهم؟ اهم
البرين. اوكي هذول الثري مين اورجنز بيكون فيهم ديستروفين. عشان هيك المرضى اللي بيكون في عندهم ديستروفينوباثيز اوكي حيصير في عندهم مانيفيستاشن ريليتد تو ذيس ثري اورجنز. تمام. هلا بالنسبه للديستروفينوباثيز حكينا هي مشكله في الديستروفين اور ذا ريليتد جلايكوبروتينز ذات اللي بريزنت ان ذا ديستروفين جلايكوبروتين كومبلكس الموجوده في اللي هي في السكيليتال مسل. هذول الديستروفينوباثيز بالعاده بيكونوا اكس لينكت لكن في بعض انواع منها بيكونوا اوتوسومال ريسيسيف. والديستروفينوباثيز انواعها مختلفه لكن انا راح احكي او رح نحكي في المحاضره عن اللي هو اشهر نوع اللي هو البكر ماسكولار ديستروفي اند دوشين ماسكولار ديستروفي. هذا النوع رح نحكي عنه اليوم. البكر والدوشين ماسكولار ديستروفي both are X-linked dystrophinopathies وبالتالي هم affect الميلز. طيب الفيميلز كان بيأفكتد اوكي. هلا الفيميلز بيكونوا كاريرز اوكي ممكن يصير عليهم يعني هيك مايل سيمتومز بس هي هم بالعادة بيكونوا كاريرز. طيب شو الفرق بين البكر ماسكولار ديستروفي والدوشين؟ طيب اول شيء مين المور كومون اللي هي البكر ولا الدوشين؟ دوشين دوشين. فالدوشين هو مور كومون مور سيفير اوكي. سو الدوشين مور كومون مور سيفير البكر ليس كومون ليس سيفير. تمام. هلا هذول لانهم ماسكولار ديستروفي حيجونا ببروجريسيف مسل ويكنس لكن تختلف البريزنتيشن حسب. في الدوشين بتكون البرزنتيشن بتكون early in life بصير عندنا البروجريشن والمسل ويكنس بتصير يعني early in life. البكر بيكون عندنا البرزنتيشن شوي later اوكي وبيكون الويكنس بتكون اقل من الدوشين. طب هم ليش في اختلاف ليش واحد سيفير واحد لسه سيفير؟ طب ليه بصير بعمر صغير الدوشين؟ ليش بين عندنا بكير يعني؟ لانه هو في عندي تقريبا يا ما في عندي ديستروفين ممتاز بيكون او صار في ديليشن على واحد من الجينز العاديه ممتاز. هلا هم الديستروفين بروتين او الديستروفين جين سوري بيكون موجود على الاكس كروموسوم اللي هي البتيت ارم 21 اوكي؟ سو هذا موقع الديستروفين بروتين او الديستروفين جين في الكروموسوم اللي هي الاكس بي 21. هلا النوع الميوتيشن مختلف بين البكر والدوشين. في البكر بالعاده بيكون عندنا بوينت ميوتيشن بيكون عندنا بوينت ميوتيشن وبالتالي بصير في عندنا ديكريزد اور التر ديستروفين بروتين. يعني ديستروفين بروتين بيكون موجود لكنه بكميات اقل او ممكن يكون اللي هي التر بطريقه معينه يعني ستراكتشرالي التر بس موجود. بالنسبه للدوشين بيكون في عندنا deletion أو frame shift mutation ممكن يصير فيها deletion أو insertion. هذا بيعطي اللي هي ال end result تبعته بيكون عندنا complete loss of dystrophin أو بيكون موجود بكميات جدا قليلة عشان هيك بيكون عندنا symptoms more severe. تمام. فالدوشين بيكون عندنا severe progressive muscle weakness start mainly at age of 4. لو اجينا على البكر المسل ديستروفي او اللي هي المسل ويكنس حتبلش بين ايش 5 اند 15. هدول طبعا البيشنت نتيجه الويكنس اللي بتبلش بالبلبك جيردل بتطلع على الشولدر جيردل وممكن كمان انفولف الريسبيرتوري مسلز اوكي. فبيكونوا يمشوا طبيعي اول شيء بعدين بصير في عندنا مسل ويكنس بطلوا يقدروا مثلا يطلعوا درج بعدين بطلوا يقدروا يمشي بعدين بصيروا على ويل تشير وإذا وصلت على الريسبيراتوري مثل بصير في عنا اللي هي أبنية وإيش ممكن يصير؟ ممكن يصير دث عندهم نتيجة الريسبيراتوري فيلير. تمام؟ هلأ الباراليسيس في الدوشين بتكون ميني على age of 10 لكن في البكر بتكون after age of 16. هلا هيستولوجيكلي
البكر وال اللي هي دوشين have the same histologic اللي هي changes. اوكي يعني بصير في عندي نوع المسل اللي هي نفس اعراض اللي هي او نفس المورفولوجيكال تشينج اللي شرحناها في المايوباثي. بصير في عندنا سيجمنتال اتروفي اند كروسز اوف مسل فايبر ذات اكومبانيد ويذ سيجمنتال مسل ريجنريشن اند هايبرتروفي. هلا في البدايه حيكون الوضع تمام انه حيصير في عندنا ديجنريشن اند كومبنسيشن ويذ هايبرتروفي. هذا بيجونا مينلي اللي هي كلينيكلي بيكون في عندهم إشي اسمه سودو هايبرتروفي. بيكون عندهم الكالف بيكون عندنا ايش اللارجت المسل تبع الكالف بتكون اللارجت نتيجة السودو هايبرتروفي اللي هي نتيجة المسل هايبرتروفي. لكن ليتر اون هاي الكومبنسيشن ميكانيزم بيصير فيلد وبصير عندنا ريبليسمنت اوف ذا ديجنريتد مسل فايبرز باي فايبروسيس اند فات. برضه الفات بيعطينا اللي هي سودو هايبرتروفي. واضحة هاي؟ طب هلا كيف بدنا نفرق بين الدوشين اذا المريض عنده دوشين او بكر ماسكولار ديستروفي؟ اوكي سيمتومز اوكي هي السيمتومز يعني بتعطينا كلو انه هذا ممكن يكون. هلا هيستولوجيكلي ممكن نفرق عن طريق اللي هي الامينوهيستوكيميكال ستينز للديستروفين. هلا اذا كان موجود يعني بس انه يعني اتنيويتد مثلا او انه كان موجود في اماكن مش موجود معناها اغلب انه هذا بكر. اذا كان كومبليتلي لوس معناها انه هذا في عندنا دوشين ماسكولار ديستروفي. يعني هون هاي الخلايا الطبيعيه الديستروفين موجود على اللي هي يعني على اطراف الخليه بالسيل ممبرين وبيكون لونه يعني بيعطي لون بني معناها انه معناها هذا الدستروفين موجود. لكن في الدستروفينوباثيز او اللي هي الدوشين اند بكر ماسكولار ديستروفي حيكون عندنا كومبليت لوس اوف ذا سوري حيكون عندنا لوس اوف ذا ديستروفين واكوردنج للنوع يا اما بيكون كومبليت يا اما بيكون انكومبليت لوس اوف ديستروفين. So the main clinical presentation of Duchenne and Becker muscular dystrophy is progressive muscle weakness that ends up with paralysis. طيب شو بتتوقعوا يصير عند هذول المرضى يعني clinical يعني clinical features؟ Okay, muscle atrophy. Muscle atrophy أول شيء ولا hypertrophy؟ Pseudo hypertrophy. Pseudo hypertrophy. Yes. Yes, بصير عندنا respiratory insufficiency. اوكي هلا حكينا الدستروفين وين بيكون موجود؟ في الكارديك مسل. فهذول المرضى شو بصير عندهم؟ كارديو مايوباثي فممكن يصير عندهم كارديك فيلير وممكن يصير في عندهم اريثمياز وممكن نتيجه الكارديك بروبلم برضه يصير في عندهم ديث. وين كمان؟ اوكي حكينا الدستروفين بيكون موجود في البرين فبصير عندهم اللي هي ممكن هدول البيشنت تلاقي عندهم mental retardation يعني cognitive impairment ممكن توصل لمرحلة اللي هي mental retardation على الرغم انه لو اجينا عملنا اوتوبسي لهدول البيشنت البرين structurally normal لكن انا عندنا مشكلة في الفانكشن لان الدستروفين ما بيكون موجود. اوكي فمينلي muscle weakness cardiac problem cognitive abnormalities ممكن طبعا يصير عندهم death نتيجة واحدة من الكارديك او اللي هي المسل ريسبيراتوري فيلير. لا هلا السيرم كرياتينين كايناز ليفل بيرتفع لانه بصير في عندي ديجنريشن للمسل. يس لا ما له دخل في الكدني بيرتفع لانه بصير في عندنا ديجنريشن للمسل فبيطلع من المسل. تمام هو ستركتشر البروتين حدا بعرف ايش وظيفه الدستروفين في البروتين في البرين بلد برين بارير مين حيطلع لنا هاي المعلومه
مين يسأل السؤال؟ أي حدا بيسأل سؤال رح خليه يطلع المعلومة هو. خلص المحاضرة لبكره متى رح أشوفكم؟ الأحد الجاي؟ أتوقع الأحد الجاي. أحد الجاي. بكرة في محاضرة إلكم؟ بكرة بتاخذ محاضرات بعدها؟ ما إلكم. بكرة الأربعاء صح؟ ما في إلكم. مش سامع علي صوتك. بريك 5 minutes بس نخلص هاي المحاضرة. هي خلصت المحاضرة الأولى. أوكي 5 minutes وخليكم تطلعوا لأنه المحاضرة اللي بعديها إلي. بالنسبة للأكوايرد مسل ديس أوردر حناخد المثال عليها اللي هو الإنفلاماتوري مايوباثي. في عندنا الإنفلاماتوري مايوباثي في عندنا 3 main types: بولي مايوسايتس، درماتومايوسايتس، and inclusion body مايوسايتس. الانفلاماتوري مايوباثي نفس الفكرة، بيكون عندنا المين بريزنتيشن بيكون في عندنا مسل ويكنس، بروكسيمال مسل ويكنس. هلا بالنسبة للبولي مايوسايتس والدرماتومايوسايتس both are autoimmune disorder لكن بيختلفوا في الباثوجينيسيس. الدرماتومايوسايتس بيكون عندنا السبب المشكلة هي عبارة عن increase MHC1 molecule على المايوفايبرز وبالتالي increases اللي هي او attraction للانفلاماتوري سيلز اللي بتكون من نوع السيتوتوكسيك تي سيل اللي سي دي 8 وبالتالي بصير عندنا مسل ديستركشن. بالنسبه للدرماتومايوسايتس بيكون عندنا على الاغلب هي نتيجه وجود الاوتو اميون سوري اوتو انتي بوديز. وجود اوتو انتي بوديز هي اللي بتهاجم المسل فايبر ممكن يصير فيها طبعا سيكندرلي انفلاميشن. بالنسبه للانكلوجن بادي مايوسايتس هاي انه الدراسات اشارت انها على الأغلب إنها مش autoimmune disorders لأنها بتكون mainly في الميلز. والشغلة الثانية لأنه وجدوا فيها اللي هي proteins موجودين جوا vacuoles في المسل فايبر. هدول البروتينز اكتشفوهم برضو في neurodegenerative disorder الموجودين في البرين. فعلى الأغلب إنه معظم الدراسات تشير إلى إنه inclusion body myositis هي new هي degenerative slash aging process. أوكي هي هيك سببها. رح نحكي أكثر عنهم في اللاب. هذولا النوع البوليمايوسايتس لما نشوف هيستولوجيكلي حيكون في عندنا انفلاماتوري سيلز انفلتريتنج ذا مايو فايبرز وهذول الانفلاماتوري سيلز بيكونوا سي دي 8 سيلز. بالنسبة للدرماتومايوسايتس بدنا نحكي عنها انها هي الموست كومن انفلاماتوري مايوباثي ان تشيلدرن واذا كانت في الادلتس بالعادة بتكون ساين اوف بارانيوبلاستيك ديس اوردر. حدا بيعرف ايش يعني بارانيوبلاستيك ديس اوردر؟ لا ما بتكون قريب من الكانسر، هي بتكون بعيدة عن الكانسر. الكانسر بيعمل سكريشن ل اللي هي بروتينز، هذول البروتينز بيعملوا يعني ميميكر لإشي ثاني وبيعمل سيمبتومز في مكان آخر، فهم نسميها بارانيوبلاستيك. يعني اللي هي التيومر بيعطيني هذول الأوتو أنتيبادي بروح بيهاجموا المسل، أوكي؟ بيهاجموا المسل فايبر. فإذا كان في عندنا درماتومايوسايتس في واحد كبير بنفكر إنه بيكون في عنده هيدن مالجنسي سموير ولازم ندور عليه. هاي بنسميها بارانيوبلاستيك ديس أوردر. الدرماتومايوسايتس غير إنها بتيجي بالتشيلدرن ممكن تيجي بالأدلتس. في شغلة كتير مهمة إنه بيكون فيها سبيسيفيك سكين مانيفستيشن حنحكي عنهم في اللاب إن شاء الله، بالإضافة لإنه ممكن يكون عندهم سيستميك مانيفستيشن لايك انترستيشال لانج ديزيز. بالنسبة للأوتو أنتيبادي في الدرماتومايوسايتس بعنا الأنتيباديز في منهم اللي هي أنتي MI2 اللي هو أوتو أنتيبادي بهاجم النيوكلير هيليكيز وفي عنا أذر اللي هي أوتو أنتيباديز ذات اللي هي أتاك B155 and B140 in the myofibers. هلأ في الدرماتومايوسايتس بميزها إنه بيكون عنا الأتروفي بتكون عنا بري فاسيكولر يعني بتكون على اطراف المسل فايبر مش بي يعني مش داخل الفايبر مش داخل البندل نفسها بتكون على اطراف البندل. واخر شيء حكينا اللي هي الانكلوجن بادي مايوسايتس اللي هي بتصير في الاولدر ايج بيشنتس بالعاده بيكون عندنا الايج مور ذان 60. حكينا وجود انها ميل وجود اللي هي
البروتينات الموجودة في الباكيوليتد في الباكيولز الموجودين جوا الماي فايبرز زائد حكينا ميل زائد ان الايج مور ذان 60 زائد وجود الباكيولز هذول الجواتهم البروتينز هاي تشير على انها دي جينيراتيف اور ايجينج بروسيس. هذول البروتينز الموجودين ممكن يكونوا لي هايبر فوسفوريليتد تاو بروتين ممكن يصير يكون عندنا امايلويد بروتين او ممكن يكون تي دي بي 43. هذول كلهم البروتينات موجودين في البيشنتس اللي عندهم نيورو ديجنريتيف ديس اوردرز زي الالزهايمر ديزيز. هيك بنكون خلصنا المحاضره الاولى. تاخذوا بريك ونرجع للمحاضره الثانيه ان شاء الله.